أنابيب الرشاشيات هو نوع من الفطر يفرز إنزيمات تعمل على تحليل المواد البلاستيكية، إذ يحصل على طعامه عن طريق إذابة البلاستيك، وبالتالي يمكن استخدامه في مكبات النفايات لتفكيك البلاستيك. وإذا كان هذا الأمر معروفاً من قبل، فإن الجديد هو أن الفطر يطلع بدور مهم في مكافحة ظاهرة التغير المناخي، إذ إن الفطريات قللت بنحو 36% من انبعاثات الوقود الأحفوري العالمي بحسب دراسة علمية نشرت حديثاً في مجلة Current Biology. ومن المعروف أن بعض الفطريات تنمو حول الأطراف الجذرية للنباتات وتشكل علاقة تكافلية معها كأحد أقدم أسس الحياة على الأرض. ومنذ ما يقرب من نصف مليار عام وفرت هذه الفطريات الجذرية للنباتات المغذيات المعدنية مثل الفوسفور مقابل السكريات التي تنتجها النباتات. ونظراً لأن هذه النباتات تصنع هذا السكر من ثاني أكسيد الكربون من الهواء، فهذا يعني أن الفطريات هي في الواقع بنك الكربون المتنامي تحت الأرض. جدير بالذكر أن بعض هذه الفطريات قد ينمو لأحجام كبيرة للغاية، فأحد الفطريات العملاقة الشهيرة في شبه جزيرة ميشيغان يمتد على مساحة 37 هكتاراً.